من جديد مرحبا بكم. تزخر دولة الإمارات بالكثير من المراكز المتخصصة في المجالات الزراعية، وذلك انطلاقا من حرص القيادة للحفاظ على الرقعة الزراعية واتساع رقعتها، هذا إلى جانب توفير كل أشكال الدعم للمزارعين عبر المراكز المتخصصة والخبراء والأكفاء في كافة المجالات الزراعية. نزور معكم اليوم برفقة الزميل عمر الشعالي أحد المراكز الزراعية المتميزة والهامة أيضا. أهلنا في الإمارات من أقصى محاضر اللواء بواحاتها الغناء وحتى أطراف رأس الخيمة، هم أهل دراية بالفطرة والتجربة في الكثير من المجالات الزراعية، ونتحدث هنا تحديدا عن الزراعة الملحية. هذا المصطلح الذي يرافقه بشكل تلقائي السؤال التالي: إذا كانت المياه الجوفية في منطقتك الزراعية متوسطة أو شديدة الملوحة، فكيف ستختار النباتات التي تتناسب معها والتي إن وفقت في ذلك قد تصل إلى إنتاج بنوعيات وكميات مجدية؟ فلنتابع. من منطلق حرص الإمارات الدائم على دعم الزراعة والمزارعين وكل ما من شأنه زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ عليها بكافة الأشكال، أسست دولة الإمارات بالشراكة مع عدة جهات قبل عامين مركزا متميزا للبحوث الزراعية من أجل تحقيق التنمية في هذا المجال للمجتمعات ذات الموارد الهامشية من التربة والمياه، وهو المركز الدولي للزراعة الملحية، والذي يركز على البحوث الزراعية في البيئات المروية بالمياه المالحة واتباع منهج شامل لتحسين الإنتاجية الزراعية تعتمد على الإدارة المتكاملة للموارد المائية. بدأنا هنا من بنك المصادر الوراثية، والذي يحتوي على البذور والمصادر الوراثية من كافة بقاع العالم ببيئاتها المختلفة، للوصول إلى أكثر النتائج دقة وشمولا في مجال الزراعة الملحية. ويتم هنا استنباط المصادر الوراثية بأشكالها المتنوعة قبل نقلها إلى البيئة الطبيعية. ومن أهم التجارب التي قام بها المركز على مدى سنوات تجربة هامة ونوعية على 10 أصناف من النخيل في الدولة، إضافة إلى 8 أصناف من المملكة العربية السعودية، أسفرت عن نتائج هامة حول تأثير المياه ذات النسب المختلفة من الملوحة على الأصناف المتعددة من النخيل من حيث النمو وجودة الثمار. كلما اقتربنا من شاطئ البحر طبعا تكون الملوحة أعلى، وبالتالي نظم الإنتاج التي تصلح هي كما ذكرت نظم إنتاج غير تقليدية. إذا ابتعدنا قليلا عن البحر كما في المنطقة هنا، لا زال كما ترى أمامك يعني المركز هناك سوف يعني يتم توثيق عدة أصناف تنمو على المياه الجوفية الموجودة في المنطقة. النخيل من الأشجار بطيئة التأسيس وتتأثر بشدة في مراحلها الأولى بالظروف المحيطة، وقد قام المركز في هذا المجال بتجربة هامة عبر فطر المايكورايزا، والذي يتعايش مع جذور النخيل عبر علاقة منفعة متبادلة، ويؤدي في نفس الوقت إلى سرعة نمو النخيل إلى 3 أضعاف النمو العادي. ويمكنكم هنا رؤية الفرق بين النخيل المعالجة جذورها بالمايكورايزا وبين طبيعية النمو. أولا التسريع في عملية النمو في المشاتل، وبالتالي اختصار فترة زمنية طويلة، وأيضا يساعد على زيادة تحمل الملوحة والإجهادات البيئية للفسيلة عند نقلها من المشاتل إلى الحقل المستديم. وأخيرا هذه هي نبتة السيليكورنيا، والتي تعد صنفا فريدا من حيث قدرتها على النمو في المياه المالحة، وتتمتع ببذور تنتج كميات وافرة من الكتل الحيوية لإنتاج الوقود الحيوي. نذكر هنا أن شركة بوينغ وطيران الاتحاد بالإضافة إلى معهد مصدر وجهات أخرى يتطلعون باهتمام إلى هذه النبتة عبر هذه التجربة الفريدة، فالوقود المستخلص منها قد تعتمد عليه الطائرات في المستقبل لتسيير رحلاتها. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا في استديو أخبار الإمارات الدكتور أحمد الشريف نائب المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية. بداية سيد أحمد، من خلال تجاربكم ما
ما مدى وعي المزارعين وأيضا أصحاب المزارع بالتقنية التي تقدمونها في الزراعة الملحية؟ أولا بلا شك أن المزارع في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بوعي كبير بالزراعة، حيث أن الدولة منذ البداية حرصت على نشر وعي الزراعة وحث المزارعين لتقديم أفضل ما لديهم من تقنيات. هناك مفهوم سائد منذ القدم حول أن الزراعة لا تنمو إلا بالمياه العذبة، قد خلقت نوع من أن الناس مهتمة باستخدام المياه العذبة، ولكن طبعا مع مرور الزمن واستهلاك كثير من المياه الجوفية وتداخل أو تناضح المياه البحر على المياه العذبة الجوفية أدى إلى تملح كثير من المياه الجوفية وأيضا كثير من الأراضي. من هنا بدأ دور المركز، أنشأنا عدد من المشاريع لتقديم بدائل لهؤلاء المزارعين لكي يعلموا أن هناك في تقنيات حديثة باستخدام المياه المالحة التي كانت دائما محل سؤال، كيف أن الماء المالح يؤدي إلى نجاح الزراعة. فأنشأنا مشروع أفتخر فيه دائما وأذكره دائما مع جهاز أبو ظبي للرقابة، مشروع لمزارع نموذجية في مدينة ليوة ومدينة الشيخ زايد ومدينة غياثي. نعم، هذا طبعا ضمن التجارب اللي قمتم. نعم نعم، طبعا قدمنا تقنيات جديدة، كانت الأراضي متملحة، المزارع مغلقة. من خلال هذه المزارع النموذجية قدمنا بدائل للمزارعين، خليناهم يعرفون بعض الأنواع من كيف يخفض من ملوحة الأرض، علمناه أنواع من الأعلاف وكذلك من النباتات ذات القيمة العالية مثل نبات مشهور حاليا اسمه الكينوا. نعم، كل هذه الأشياء بدأنا قدمناها للمزارعين. هناك كثير من الأيام المفتوحة التي عرضنا فيها تجاربنا وراويناهم كيف ممكن يحصد الأعلاف وكيف يسوق الخضروات والنباتات المحاصيل التي قدمناها لهم. نعم، فبدأ الحمد لله الوعي طيب، علمناهم تقنيات الري، قدم لهم كثير من التقنيات كيف حتى المياه الجوفية المالحة أيضا كيف يحافظ عليها. نعم، كيف يديرها بشكل صح. كل هذه طبعا كانت بجهد كبير من المركز، قدم لهؤلاء الأشخاص بالتعاون طبعا مع الأجهزة المتعددة في الدولة، وزارة البيئة، جهاز أبو ظبي للرقابة، هيئة البيئة. نعم، كل هذه الأمور طبعا تقدمت في هذه المرحلة. زي بالنسبة لأهدافكم المستقبلية، أكيد لديكم الكثير من الأفكار وأيضا هناك. نعم، كثير من الأفكار. نعم، لدينا طبعا المركز مر في 3 استراتيجيات. نعم، منذ إنشائه في 99 كانت الاستراتيجية الأولى مركزة على إيجاد بدائل نباتية متحملة للملوحة، ثم في الاستراتيجية الثانية 5 طبعا كل 5 سنوات ركز على كيف يدير المياه، لأن أيضا مشكلة الزراعة مرتبطة تماما مع مشكلة المياه، كيف تستغل المياه بالصح بالطريقة الصحيحة. نعم، لا تسرف إن كان حتى ما جوفي مالح لا تسرف منه. ثم الاستراتيجية الثالثة والأخيرة الآن بدأنا نركز أن يكون المركز مصدر للابتكارات في الزراعة الملحية على مستوى العالم وليس على مستوى دولة الإمارات. أتمنى طبعا هذه الأفكار وهذه أيضا الأهداف تحقق، وأيضا كل التوفيق لكم. شكرا للسيد أحمد وعلى هذه التجارب الطيبة.